النهارده هنعمل تشيكن ميت بولز، هنعمل كرات الفراخ بصوص كده كريمي ظريف جدا. عندي هنا شويه من البصل، عندي بقسماط بانكو او عيش فينو بايت نديله ضربه في الكبه ونستعمله، عندي توم مفروم، فلفل ابيض، جوزة الطيب، ملح وفلفل وزبده، عندي هنا شويه فراخ مفرومه بيضه، عندي كريمه، شويه مرقه الفراخ، صوص ورشستر، مستارده ديجون او مستارده عاديه، شويه من الدقيق، زبده تاني، وشويه من البقدونس للتقديم. في الطاسه هنزل بشويه من الزبده، هنزل عليها بشويه من زيت الزيتون، على طول هنزل بالبصل، وانا هنا بقى عايز ايه اسيب البصل بتاعي ياخد لون حلو كده قبل ما ننزل بباقي الحاجات. شويه من الملح، شويه من الفلفل الاسود، البصل بتاعي بصوا كده ابتدى اهو دبل وابتدى هيغير لون، هنزل بالثوم، بنقلب كده تقليبه حلوه، بصوا ابتدى خلاص ياخد اللون اهو، زود هنا حته زبده اهو مش هطول بقى، معايا البانكو اهو، البصل بتاعنا بصوا خلاص اهو اخد اللون اللي انا عايزه، هنزل بالبانكو، هنزل بشويه من الفلفل الابيض، هنزل بسنه من جوزة الطيب صغيره قوي، بص قلب بقى الكلام ده كده، نفرد كده على قد ما نقدر وهنسيبه ثواني بالظبط. ارفع خالص اهو، ادي الميكس بتاعنا بتاع البانكو والثوم والبصل، هناخد فراخ مفرومه هنزل بيها هنا، هنزل بملح، فلفل اسود، فلفل ابيض، وشوية من جوزة الطيب. خلاص ممكن نلعب في التوابل طبعا زي ما احنا عايزين، بس انا كده بالنسبة لي ده البيزك. طيب عشان انا ما سبتش دي تبرد فهنزل بالبيضة الاول نقلبها في الفراخ وبعد كده ننزل بباقي الحاجات، عشان لو نزلت بده سخن ممكن يبتدي يسوي لي في البيض، ففي العادي هنسيب دي تبرد هنخلطها على الفراخ وبعد كده ننزل بالبيضة، النهارده عشان بس دي سخنة فهنزل بالبيضة الاول نخلطها. بص اهو خلاص بعد ما خلطنا ده كويس قوي اهو، هننزل بالميكس بتاعنا بتاع البصل والثوم، وبايدي بقى هبتدي ايه كاننا بنعجن كده، نجيب من الجناب نحط في النص ونضغط. حلو قوي، نقطه زيت صغيره كده في ايدينا، ادي الطبق بتاعنا، وعلى طول نبتدي نشكل الكور بتاعتنا. خلاص هتبقى بس سايبه شويه عشان كده هندخلها تتشمع في التلاجة، وانا محضر لكم شويه اوريدي من قبل كده. رفعت الطاسه بتاعتي تاني على النار، احنا هنا بقى هنعمل ايه؟ هننزل الكورات بتاعتنا تاخد لها وشين كده في الطاسه، وبعد كده هنرفع ونبتدي نعمل الصوص، وفي الاخر هننزل الكرات فيها تاني تخلص سوا من جوه. ناخد الكرات بتاعتنا، نقطه زيت، وهنديها فرصتها تبتدي تاخد لون.
نديها فرصتها كده. بنتكلم في ايه يعني 30 ثانيه ولا حاجه، عشان كمان انا مسخن الطاسه فمش عايزها تتلسع، فنديها بس 30 ثانيه كمان وهنرفع على طول ونشتغل في الصوص. هرفع الكرات بتاعتي خلاص، شويه ايه زبده كده. طيب هنزل بالزبده وراها على طول هنزل بالدقيق. نديله كده تقليبة كويسة، نديله ثانية يتحمر برضو بالمرقة، أنا آسف. قلب حلو أوي. هنزل على الكلام ده بالمستردة وشوية الورشستر. وهنا هنزل بالكريمة أقلب أقلب لحد ما اللون بتاعنا إيه يتوحد. حلو قوي. ناخد شويه من بقدونس، رشه من ملح، رشه من الفلفل الاسود. هقلب اهو. هاخد الكرات بتاعتي وارجعها في الطاسه تاني. نسيب الميكس ده مع بعضه كده، نتكلم في 5 دقايق لحد ما ايه الصوص يسوي لي اللي فاضل في كرات الفراخ.